أعلنت هيئة التخطيط والتطوير العمراني الانتهاء من دراسة المخطط العام وتعديل خط الدفان لمحمية خليج توبلي وصدور قرار بشأن تحديد خط الدفان في خليج توبلي. وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أشار سعادة المهندس أحمد عبد العزيز الخياط الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني إلى أبرز المميزات للمخطط العام وخط الدفان الجديد لخليج توبلي. توجد هناك عدة مميزات للمخطط العام وخط الدفان الجديد، طبعا في ناحيتين رئيسيتين هما الناحية البيئية والعمرانية. أما فيما يتعلق بالشق البيئي فهو يتألف من 4 نقاط رئيسية وهي كالتالي: في البداية زيادة مساحة خليج توبلي، حيث أصبحت مساحته الآن من 15.59 من 15.59 كيلومتر مربع إلى تقريبا 16.03 كيلومتر مربع، بزيادة تقريبا نص كيلومتر مربع، والهدف منها نحمي المنطقة من أعمال الدفان والبناء والمحافظة أيضا على الموارد الإيكولوجية المهمة وحد ارتدادات إضافية اللي هي غريبة من مواقع تجمع الطيور المائية ودمجها ضمن المناطق المحمية. أما الأمر الثاني والمهم هو الحفاظ على الممرات المائية اللي تم توسعتها في السابق وحصريا لتحسين حركة وجودة المياه في الخليج حق السيركوليشن.